حكاية الليلة جميلة، وغير تسمعوا جميلة غادي تعرفوا بلي أنه النهاية إيجابية. ولكن الفرق في هذه الحلقة بلي أنه كل شيء فيه إيجابي. إنسانة في العشرينات اللي غادي يجيها عرض نتاع الزواج بحال أي وحدة فينا، ولكن الطريقة باش هي تصرفت مع الطرف الثاني هي اللي خلاتني أنني نشارككم الحكاية ديالها للاستفادة، أنه لما كتسبقي عقلك على قلبك فالتفاصيل والنهايات تكونوا ميسرين وتيكونوا بخير وتيعطوك قيمة. حكاية الليلة لكل مقبلات على الزواج، وحتى الوالدين باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع وليداتهم، وحتى اللي مازال ما جاهاش رزقها تكون عندها فكرة على كيفاش تعامل مستقبلا ان شاء الله. حكاية الليلة كلها قليبات غادي تعجبكم انا اكيدة، فما تمشوا فين تبعوا معي حلقة الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد وبحكايه ايجابيه 100%. خلينا ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا اميمه، انا هي الكبيره في دارنا، عندي اختي اللي صغر مني وعايشه مع ماما وبابا في دارنا. علاقتي مع والديا زوينه بزاف. بابا اذا مثلا كان معروض تيجي لعندي ويقول لي اجي يا بنتي اميمه كيفاش جاتني هذه، واش هذه جات مع هذه، اجي تشوفي ماما كرا بغات دير لنا هذه اللعيبه، واش جات زوينه، كذلك ماما شنو بغيتي تاكلي، واش نديرو هذه، كيتشاوروا معايا في اي حاجه ولو كانت صغيره. يعني ما بيني وما بينهم علاقه زوينه وقويه بزاف، وحتى من ناحيه الماده حنا الحمد لله ما محتاجينش وما مخصوصينش. بابا عنده مشاريع ديالو وكذلك ماما حتى هي عندها المشاريع ديالها والحمد لله، ما خصنا حتى شي خير. بلا ما نتكلم لكم على الطفوله ديالي اللي كانت دازت عندي بخير وما عندي فيها حتى شي مشكل، غادي نمشي معكم مباشره للوقت اللي غادي ناخذ فيه ليسونس اللي كانت انا ذاك جات مع كورونا نيشان، وما عنديش كيفاش نتحرك باش نخرج نقلب على خدمه. غير خديت ليسونس ديالي غادي ندوز الصيف ورجعت وهي تبدا كورونا، يعني صافي ما بقاش عندي كيفاش نخدم. وبابا كان تيحاول يقول لي حنا راه ما محتاجينش الفلوس، راه حنا نعاونوك اذا انت بغيتي شي حاجه. كان تيهون عليا زعما اذا كنت هزه شي هام ولا نخدم باش زعما نرجع لهم شويه، و تيقول لي لا حيدي هذه الفكره من راسك، حنا باغيين غير نشوفوك مزيانه وكتحققي في الاحلام ديالك، هذا هو الربح اللي عندنا، ما تفكريش لينا حنا الحمد لله مستورين. انا في ديك الوقيته كان خاصني نتحرك وضروري ندير شي حاجه، وانا عندي الهوايه ديال التصميم، وانا خديت ليسونس في القانون ولكن كان تيعجبني داكشي ديال الجرافيك، نقاد التصويره اللوغو، المهم هاد التفاصيل انا تيعجبوني. قلت اجي انتيا ما عندك ما يدير في هاد 3 شهور ولا 4 شهور اللي سادين عليكم، اجي تعلمي لهادشي ودخلي وشوفي وتعمقي في الاسرار نتاع هاد العالم. وفعلا داكشي اللي كان، ومع انا تيعجبني هادشي غادي نتعلمو دغيا. فبديت كنصمم دوك الكارطات ديال الزواج ولا ديال شي حد ذات عنده شي مولود، وبديت كنصممهم وكنحط في هذاك السيت. هادشي ما كانش خدام في المغرب ولكن تيخدم في الدول. فبديت كنصمم السيفيات الكارطات وكنحط، وبداو كيجوني مره مره شي واحد ولا زوج، والحمد لله كنت كندير داكشي عن حب وعاجبني الحال وما كنتش مضغوطه حيت ما محتاجاش، كنت نحارب الملل وصافي. فبقيت خدامه بحال هكاك، مره كيجي هذا مره كيجي الاخر، حتى لواحد النهار غادي يجيني واحد الميساج في انستغرام وما غادي نشوفه حتى دوز عليه شي زوج ديال الاسابيع، واللي فيه انا عندي عرس ديال خويا وراه خاصني ضروري ندير ليه واحد لاكارت. انا تنقول ودابا راه دازوا اسبوعين راه صافي فات الحال على العرس، وقلت واخا هكاك صافي غادي نجاوب، لا ربما باقي شويه ديال الوقت. مرحبا شنو حب الخاطر، واخيرا جاوبتي، راه ما بقاش بزاف على العرس، بقات لي غير 5 ايام، واش قدرتي توجدي هاد الكارطه ديال الزواج لخويا؟ قلت لي اها مرحبا، اليوم نصرع عليهم ونوجدهم لك، وراه عندي الخدمه ديال حتى التعديل، يعني اذا ما عجبتك شي حاجه نعاود نعدلهم لك حتى توصل للارضاء ديالك. شكرا بزاف، فين صيفط لك المعلومات؟ غادي تصيفطهم ليا في الايميل. بالعاني عطيتو الايميل حيت ما بغيتش نعطي الواتساب، وختو اللي فهمني غلط، خصوصا انني مشيت قلبت في انستغرام ولقيت بلي انه من دوله عربيه. انا ديك الساعه غادي نتحفظ في الهضره معاه وجمعت راسي. صحيح انه انا من طبعي انسانه ضحوكيه مع الكليان ديالي بطريقه اللي هي نقيه وزوينه، ولكن اذا جاني شي طلب من الدول العربيه تنجمع الضحكه وتنولي تنخدم بالشكل اللي هو بروفيسيونيل. غادي يسولني واش ما عندكمش رقم عمل، اكيد عندنا، صافي اعطيه لي انا غادي نصيفط لك فيه. مرحبا ماشي مشكل، صيفط لي التفاصيل اللي غادي نحط في ديك لاكارت في الواتساب وغادي نمشي نرجع نجاوبو في الانستغرام. قلت ليه صافي راه وصلني داك الشيء، جاوبني في الواتساب بلا ما نبقاو ندويو هنا. رجعت للواتساب وقلت ليه اليوم ولا غدا ان شاء الله تكون عندك. صافي واخا شكرا، كيفاش الطريقه نتاع الدفع؟ عطاتو التفاصيل. غادي نمشي نخدم على ديك الكارطه، ودرت ليه زوج ديال الانواع باش يختار منهم شكون اللي عجباتو. لا غد لي غادي نصيفطهم ليه وعجبوه وفرح وصيفط ليا الفلوس، وصافي هنا تقطعت الاخبار وسالينا.
ما عاودش هضرنا مع بعضياتنا وما عاودش هضرت معاه، وانا من عادتي انه كنسجل الكليان ديالي بالسميات ديالهم. انا غادي نقيد مرتو وبالي بلي انه حتى هو قيدها، وهنا قدرت نشوف البروفيل ديالو شكون هذا وكيفاش داير. دري اللي كان باقي صغير، فاش كنا كنهضروا كنت كنتخيلوا في شكل، حيت عندي فكره مسبقه بحال 80% من البنات على شي حد اللي هضر معاك من دوك الدول انهم عندهم شكل واحد، ولكن هذا جاني لا، غير الشوفه الاولى جاني ماشي بحالهم وماشي اللي كيعاودوا عليهم واللي كنسمع عليهم. مع راسي غادي نقول تبارك الله الدري زوين. المهم من ديك الخدمه ما بقينا دوينا، داكشي غير فضول اللي خلاني انني نشوف. انا من عادتي انني ما كنحطش وجهي في ستوريات في انستغرام فيسبوك واتساب ايا كان ولا حتى شكون انا، ولكن مره في الواتساب فقط كنت نحط وجهي من النص ولا يدي، حيتاش عندي في غير الناس اللي تنعرف. فمره كنت نحط يدي ولا تنخد شي ماكله ولا داكشي ديال الخدمه ولا في شي قهوه، يدي هزه شي كاس، ولا اذا كنت معروضه كنصور القفطان ديالي. فبحال التفاصيل اللي كنت كنحط وكنت كنلقاه ديما تيشوفهم ليا، ولكن عمره ما دوى معايا. دازت على داك الشيء شي 3 شهور ولا 4 عمرنا ما تكلمنا. واحد النهار وانا معروضه حطيت فيديو فيه النص ديال وجهي فرحانه مع العائله وانا ما محجبه ما والو، كنت طالقه شعري. بقيت كنحط تفاصيل تاع داك العرس، هالقاعه هالعرس هالعراضه الى ما اخره. هو لقيته غادي يشوف ديك ستوريات كاملين وما هضرش معايا وما قال لي والو، حتى دازت 24 ساعه وسالت وهو صيفط ليا السلام عليكم. وعليكم السلام. هو اصلا ما عرفش حتى باش يدخلني، ويقول لي عافاك راه غير بغيت نقول لك بلي انا والعائله عجبتهم لاكارت اللي قديتي، وقلت لهم بلي انها مصممه مغربيه وكلهم شكروك. دازت 5 شهور عاد فاق من القلبه جيتي يقول لي الكلام. انا بالطبع ديالي كيف قلت لكم فرفوشه وفي الضحك والتقشاب، ولكن الحمد لله اللي فيا زوين انني تنضبط الاحاسيس ديالي والمشاعر ديالي قدام اي واحد وما تنضعفش، واخا نكون تنحمق على هذا الانسان. انا من النوع اللي كيتحكم في راسو، وفاش كنكون بيني وبين راسي كنضعف وكنبكي ونسخف كاع. المهم قدام داك الشخص كنقدر نعرف راسي شكون انا. هو غادي يقول لي راه الام ديالي شافت لاكارت اللي درتي وعجبها الحال، وحتى خويا، وقلت لهم عليك وانتي غادا تولي ان شاء الله المصممه ديال العائله. شكرا، الله يكبر بك. الحمد لله انا هادشي اللي تنبغي، انه الزبائن ديالي يوصلوا لهذا الرضا. شكرا وصافي. وهنا تحبست الهضره. من بعد ساعه هو يقول لي واش عافاك ممكن نسولك واحد السؤال شويه شخصي؟ مرحبا، ما تاخذوهاش مني عافاك بنيه سيئه، وانا اسف. بدا كيتاسف قبل ما يسولني. بديت كنقول هذا ماله، ياك ما باغي يسولني شي سؤال اللي هو خايب. وهنا وجدت راسي باش ندخل فيه طول وعرض. شحال عندك من عام واش انتي مخطوبه؟ نعم اخويا، كنظن بلي انا وهذا السؤال ما عنده حتى شي علاقه بالخدمه ديالنا، خدمتي بعيده كل البعد على هذا السؤال اللي تيخصني غير انا. لا لا لا، انا عارف بلي انه ماشي في اطار الخدمه، بغيت غير نعرف وصافي. وسمحي ليا، شوف خليك زبون ديالي، ما بغيتش نخسرك وعلى الراس والعين. وسمح ليا وليله سعيده، السلام عليكم. مع 6 ديال العشيه قلت ليه السلام عليكم صافي اخويا بلا ما تفوت معايا الحدود. هو غادي يبقى تيصيفط في الفوكالات واحد مورا الاخر. انا عندي الفضول، خاصني ضروري نعرف شنو كيقول لي هاد خينا. غادي نحول لي زوديو اللي صيفط ليا للواتساب ديالي الاخر وقريتهم، وهنا سمعتو تيقول لي فيهم سمحي ليا انا ما ناويش معاك شي حاجه خايبه وما تفكريش بشي نيه سوء، وانا راني باغي معاك غير الخير. وهانتي راك كنتي عندي في الواتساب 5 شهور هادي وعمرني ما تجرأت عليك، ولكن انا دابا باغي معاك المعقول ديال بصح وديال الخير. فاذا قبلتي عليا كنتمنى ما تاخديهاش مني بشي نيه سوء، عطيني غير فرصه وحده هاتفيه وغادي تعرفيني، وانا ما طلب منك حتى شي حاجه، زعما تخرجي معايا ولا تدوي معايا فيديو ولا والو، اعطيني غير فرصه في مكالمه هاتفيه وشوفي نيتي، ما غادي تخسري والو لا خروج لا وقت. انا سمعت ديك الهضره ودورتها في راسي وقلت ماشي مشكل، مكالمه اذا ما نفعت ما غاديش تضرني، ولكن انا ما غاديش نجاوبو ديك الساعه حتى لا غد ليه. وقلت ليه صباح الخير، ديك الساعه غادي يجاوبني. صباح النور، عافاك اخويا انا ما عنديش الوقت اللي نضيعو، اذا كنتي كتوقعني بلي انني باغا نتفلى وما عندي ما يدار، انا راه ماشي هكاك. عافاك قول لي مباشره شنو بغيتي. سميها اميمه، انا ما باغيش نتفلى، انا بغيت نعرف غير شحال عندك من عام واش مخطوبه باش نعرف الخطوه اللي غادي ندير. اين خطوه؟ انا راني باغيك، حنا راه عندنا ناس من العائله اللي مزوجين من مغربيات وانا باغي مغربيه. وهاد الفكره كانت عندك من قبل ما تعرفني؟ لا، وما جاتني حتى شفتك انتيا في ستوري، عاد فقت عندي هاد الفكره. انا عمرني ما عرفت شي مغربيه، ولكن منين شفتك وعرفتك فما كرهتش. انا ما غاديش نتفلى عليك، اعطيني غير هاد الفرصه وشوفي ديك الساعه غادي نهضر مع الام ديالي قدامك وانت كتسمعي. اعطيني غير هاد الفرصه، راكي غادي تقدري تضيعي واحد الزواج اللي يقدر يكون ناجح.
وقلت ليه دابا انا ما مسالياش وخليني عافاك نفكر في هذا الموضوع، انا دابا خارجه تنرجع ندوي معاك. ولكن الصراحه انا ما كنت ما خارجه ما والو، كنت جالسه غير في الدار، ولكن كان ضروري ندير هذه الطريقه. ماشي حيتاش قال لي الزواج غادي نتحمس ونبدا كنقزقز، وكيف قلت لكم انا من النوع اللي تيضبط راسه، فبقات هذه الفكره كدور ليا في راسي وعقلي تيديني وكيجيبني وكنقول واش واش لا لا ميمكنش أميمة، ما تنسيش منين هو، واش قادرة تمشي لديك الدولة وحدة أخرى عند واحد اللي هو غريب اللي ماشي مغربي، وانت اللي كبيرة في داركم والمعزة ديالك عندهم راه بزاف، إذا وقعت لك شي حاجة راه يقدروا يحماقوا عائلتك. فأنا بقيت كنفكر بحال هكا، إذا وقعت لي شي حاجة راه عائلتي اللي غادي تتأذى. بقيت كنقول دابا يدير لك شي حاجة تما ولا يخطفك ولا يبيعك، وهنا غادي نولي كنسافر ما بين الحقيقة والخيال. شوية تنقول كيفاش يبيعك؟ واش انتي حمقى؟ غادي تزوجوا البوليس والسفاره والمحكمه وغادي يجيبوا اوراق، كيفاش غادي يخطفك واش انتي مسطيه؟ بقيت غاده جايه وعقلي ديني وجايبني ما قديتش، قلت ماشي مشكل اعطي فرصه اميمه هاتفيا، وراك حتى حاجه غلط ما دايرها باش ترتاحي. واخا هكاك ما دويتش مع هذيك الليله عاوتاني حتى لاخت ليه سلام واش انتي في الدار؟ انا في الدار، ولكن دابا الليل ما يمكنش ندوي معاك في هذه الوقيته. هو صراحة يمكن لي ندوي معاه في ذيك الوقت حيتاش عندي بيتي بوحدي، ولكن لا هذا الشخص ماشي من نفس البيئة ديالي، شي مغربي اللي يقدر يتفهم هذا الأمر، هذا واحد براني اللي خاصك ضروري ديري معاه بحال هكا، وأنا ما عرفاش اش من انطباع غادي ياخذ عليا فاش ندوي معاه في النصاصة ديال الليل. فقلت ليه ما غاديش نقدر دابا، مشى الحال حتى الغدا في الصباح إن شاء الله. المهم صباح الصباح ما دويتش معاه، غادي يقول لي واش مساليا؟ لا راه كنطيب دابا. وعندك تنسيني؟ لا لا غير كون هاني، انا بالعاني غير بغيت نجرجرو. طيب ساليت وصلت 6 ديال العشيه، عاد هو دوى معايا وقال لي اميمه دابا غادي نهضروا. شفت السيد مصمم وهو يصوني عليا وبدينا كنتكلموا. في الاول داك الاحساس صراحه داز ما بيناتنا بحال ارتاحينا في الهضره، خصوصا وانه شدينا الجمعه مشي 3 ديال السوايع ودخل معايا في تفاصيل ديال عائلته والاسرار ديالها، وهنا حسيت بلي انه هذا الانسان هو نيه واللي في قلبه على لسانه وما فيهش الغدر، وماشي بحال الاغلبيه اللي عليهم واحد الصوره اللي هي خايبه. فبقيت كندوي معاه واكيد وانا مرزنه وكنعرف شنو تنقول، وما تطلقش معاه بحال كيف هو تطلق معايا وعاود لي الاسرار ديال عائلته. وصلت 9 ل10 ديال الليل وقلت لي صافي اخويا خاصني نقطع، راني تعطلت بزاف. لا بقاي في المكالمه، كان قصد اننا نخليو المكالمه دايزه وانا نقضي شغالي وحتى هو. لا علاه انت معيش مع داركم؟ لا انا تنعيش بوحدي وخدام خدمه لي دينيه، يعني السيد متقي الله وعارف بينه وبين مولانا وماشي من دوك الشباب اللي هما طايشين. الحمد لله كنشوف ستوريات ديالو اللي تيحط اللي كيبينوا بلي انه راه السيد متقي. المهم انا رفضت الاقتراح نتاعي انني نبقى معاه في المكالمه، بقى كيحلف بالله بلي انه هو بنيته صادق وباغي الحلال وباغي الزواج، وقال لي شوفي اميمه انا غادي نشد في هاد الايام واحد الكونجي وغادي نجي. قلت ليه شوف غادي نقول لك واحد القضيه باش ما تمشيش فيها غلط، عندك اصحاب لك انا غادي نخرج معاك ولا غادي نتلاقى بيك ونبقاو خيطي بيطي، حيت هادشي راه ما غاديش يكون غير باش تكون عارف. هضرت مع والديك عطيتك فرصه باش نتعرفوا، فهضر مع والديك يهضروا مع والديا وديك الساعه غادي تجيني شال لدارنا، وما تقولش لي نتلاقاو في الزنقه حيتاش ما عرفتينيش فيها والزواج ما تيبداش في الصناقي. اتفق معايا؟ وهنا بديت كنقول هذا السيد واقيلا ولد الناس. طبيعه الحال مازال ما كنتش متاكده حيتاش خاصني نزيد انني نتيق ويبرهن ليا اكثر. بقينا هكاك في الاسبوع الاول واللي فيها غادي يدوي مع امه واللي كنت كنسمعها، واحد التليفون كانت دايزه فيه المكالمه ديالنا اللي ما بقاتش كتقطع، والتليفون الاخر غادي يعيط على امه، امي انا راني باغي نخطب مبروك وهذا، وشكون هذه نجيو نخطبوها لك؟ هذه اللي بغيت نخطبها امي راها مغربيه، كيفاش عرفتيها وفين؟ وانت راك عارف المشاكل اللي تيوقعوا في الزواج المختلط وما يمكنش، وكيفاش تمشي لعندها وكيفاش غادي نخطبوها لك؟ بحيله بغات تعارض الفكره واحد شويه، ولكن هو كان مصر وقال لها شوفي امي انا هاد البنت تنعرفها مشحال هادي وغادي نمشي لعندها. بالعاني قال لها بلي انه كيعرفني مشحال هادي، فين غادي تمشي؟ ما عمرك مشيتي للمغرب، غادي نمشي نشوفها ونسول عليها، وانا دابا ما باغي من عندكم والو من غير انكم تهضروا مع الوالدين ديالها اللي ما يقدروش يستقبلوني اذا ما دويتوش معاهم. سمعي امي اذا تعطلت غادي نتعطل 5 ايام ونرجع باش نقاد الاوضاع ديالي ونرجعوا كاملين نديروا خطوبه رسميه مع البنت، انا دابا محتاج غير الرضا ديالك.
مو هي مرأة اللي هي قارية واعية وعندها منصب زوين في الخدمة ديالها، يعني فاهمة. غادي تسولو سؤال واحد، واش هاد البنت كتبغيها؟ اه. وانا داك مازال ما قالش لي واش يبغيني ولا لا. قالت ليه اذا كنتي هاد البنت كتبغيها فما نقدرش نهرس لك قلبك اولدي. قال لها شوفي الوالدة، انا هاد البنت كنبغيها وغادي نمشي نسول عليها ومحتاج الرضا ديالك، وحتى حاجه ما غادي تكون الا برضاك. انا قبل ما نمشي للمغرب غادي نجي لعندك واحد يومين من قبل، تدوي مع الوالدين ديال هاد البنت ومن تما نمشي للمطار نركب. غادي يقطع مع امه وقال لي سمعتي شنو قالت؟ لا من حقها انا تقول لي بغات، هي ما كتعرفنيش وانا ما تلومهاش، وحتى حاجه ما غادي تكون الا برضا ديال والدينا بزوج. غادي ياخذ كونجي، وقلبنا على لوطيل بزوج اللي جلس فيه وصافي مشى عند امه. كيف كان قال لها غير دخل عليها، قالت ليه بالدارجه كيف داير لاباس، راه هاد الهضره ديالهم. شوف خاصك تعرف بلي انا والمغربيات راهم حارات، يعني واش تقدر تتاقلم مع مغربيه؟ اه انا قد، وما تيهمنيش اش من جنسيه عندها قد ما انا باغيها هي، وبغيتكم انكم تكبروا بيا وتعيطوا لوالديها وتخطبوا لي البنت في التليفون، وانا راه غادي نمشي نشوفها. لغد ليه وانا جالسه غادي تعيط عليا واحد النمره، وهو كان معايا في مكالمه وكتب لي بان امي راه كتعيط لكم دابا. مشيت نجري ديت التليفون ديالي لماما، وداك النهار كان الجمعه ما كانش لحسن حظي انها ما كانش كتخدم. انا فايت لي بلي انا هو شرحت ليها كيفاش عرفتو بالتفاصيل اللي عاودت لكم من قبل. ماما انا داك فاش سمعت بلي انه من دوله عربيه تصدمات وقالت لي لا، وانت عارفه شنو كنسمعوا عليهم. هو انا داك كان تيسمع شنو كتقول حتى هي بدورها، وبطبيعه الحال ما تقلقش كيف حتى انا ما تقلقتش، هادشي طبيعي وفكره جديده عليهم، ولكن قنعتها بلي انه راه ماشي بحال داكشي اللي على بالها. فبما انه ماما عندها كليانات من ديك الدوله العربيه، غادي تقول لي 28 عام راه ما عندوش الحق انه يتزوج من خارج بلادو. علاش؟ حيت عندهم واحد الحاجه سميتها تصريح، اللي اذا ما جابوش ما غاديش يتزوج بك. انا ما فاهمش هذا الشيء. ايوا سول على هذه القضيه امي، ما حيت اذا ما كانش هذا التصريح ما كاين حتى زواج. شوفي اذا جاب التصريح تبارك الله، اذا لا راه ما عندناش بنات للزواج. المهم هذا الشيء داز شي ايام قبل. نرجعوا فاش ديت لماما التليفون باش انها تجاوب ماما وغادي تهضر معها مزيان. قالت لها حنا بغينا نخطبوا بنيتكم لوليدنا وان شاء الله نتشرفوا في ساعه الخير. وهي تقول لها عفاك اعطيني مرت ولدي ندوي معاها. انا داك ما عرفتش كيفاش ندوي معاها، تخربقت ولساني تلوى عليا وبقات كتضحك معايا وقالت لي ما غاديش نسميك ميمة، غادي نسميك عسيلة. المهم خلتني انني نتطلق معاها، وهو غادي يصوني على بابا وقال لي راه بغيت بنتك المعقول وغادي نجي نشوفكم هذا الاسبوع. فعلا بابا وافق، حيت ماشي بحالي انا وماما تياخذ انطباع من كلام الناس، بالعكس انسان اللي هو رزين وتيعرف شنو تيدير، وحتى نشوف الدري عاد نحكم عليه، هذه هي القاعده عنده في الحياه. المهم انا غادي نمشي نسولو على هذا التصريح اللي قال لي فعلا وراه تيخرج من الوزاره الداخليه باش يخرجوا لي هذا التصريح ديال الزواج باجنبيه. وهذا التصريح راه خاصو شروط، واللي من ضمنها انه يكون عنده 30 عام، وهو ديك الساعه عنده يلا 28 عام، يعني باقى ليه مازال عامين. انا داك دارت بيا الدنيا فاش سمعت هذه الشروط، وما يمكنش يخرج لي التصريح واخا يحماق حتى يكمل 30 عام. شفت حتى عييت وانا نقول اذا مكتب هو هذاك، اذا لا الله يسهل على كل واحد فينا. باختصار مفيد درنا بزاف ديال الاجراءات باش نتغاضوا على داك السن، ولكن ما كاينينش تسهيلات كاع، والخدمه كلها الكترونيه وما كايناش الوساطه. 30 هي 30، فما عندناش حل. فاش مشى سولهم واش انا عمري غادي نمشي بالهجري ولا الميلادي، قالوا لي بالهجري. فاش قلب لقى بلي انه عمره 29 عام وشويه، يعني قرب يدخل 30، وحنا هنا شويه عاوتاني غادي نرتاحوا. قلنا ماشي مشكل، عام راه مزيان في الخطوبه، ماشي هي عامين ونص ولا اكثر. المهم جا المغرب وجا الدار وكبر بيا بزاف. هادشي غير في الشوفه، مازال الخطوبه ولا والو، وما كنتش متوقعه واصلا ما طلبت منه والو باش انه ما يقولش هادي طلبات مني ولا داخله على الطمع. جاو جاب معاه واحد الطاقم ديال الذهب اللي هو خفيف اللي يقدر يجي في العرس مثلا، وجاب الورد والشكلاط والروايح وجاب هدايا لماما والبابا. المهم كبر بيا وانا ما كنتش متوقع هادشي حيتاش ما طلبت منه والو، ولكن كبر بيا مع عائلتي. شافني ودرنا جلسه عائليه، غير انا وياه وماما وبابا وجداتي وخالي وخالتي، غير العائله المقربه حيتاش غير تعارف. فرحنا وكانت باينه بلي انني عجبته من الاول، ودغيا تأقلم مع العائلة ديالي وتيسرت الأمور. فرحنا وكانت باينة بلي أنني عجبته من الأول، ودغيا تأقلم مع عائلتي وتيسرت الأمور. سبحان الله بواحد اليسر واحد الليونة والضحك عجيب. جا شافني في الدار وما خرجتش معاه،
واصلا جا غير 5 ايام. من بعد قلت ليه فين تمشي باش يدي معاه الهدايا لوالديه، ومشى في حاله. من الحانوت قال بابا راه جا واحد السيد اللي هو ماشي من المغرب اللي سول على بنتك، وانا قلت ليه بلي انني راه حتى الشوفه ما كنتش كنشوفها في الزنقه. وفعلا انا انسانه اللي هي بيتوتيه ما تنخرجش، نقدر نخرج نقول لكم مره واحده في شهرين وما عنديش صحابات. المهم غادي يتفاهم هو بابا على الصداق على العرس، وشرح لبابا الخطوات اللي خصو يدير وجمع الاوراق اللي تابعينه. قال لي بابا شوفها ولدي، بحكم انت ما كاينش في المغرب يعني ما غاديش تبقى كل ساعه داخل خارج، حيت حنا هادشي ما غاديش نقبلوه، داكشي باش غادي نقبل بلي انا والخطوبه تكون طويله. المهم رجع في حاله، بدينا كنشوفوا كيفاش نديرو نزربوا هادشي، شاف محاميين بوليس عطا فلوس ونصبوا عليه. المهم غادي يثبت ليا بلي انه ديال بصح باغيني، حيت عطا بزاف، حيت ربما كون كان شي واحد اخر بشي نيه سيئه غادي يقول انا مالي على التماره كاع، انا باقي صغير نمشي نتزوج من بلادي ولا نمشي نشوف شي واحد اخرى. لدرجه انه فاش كنت ناقشو تنقول ليه صافي اخويا غير سير في حالك بسلامه حنا راه ما مفاهمينش، ولكن تيبقى شاد فيا واحد الشده وتيقول لي نطلق من روحي وما نطلقش منك، نتسناك حتى 10 سنين. من بعد 4 شهور من المجيه ديالو غادي نعرفوا بلي انه ما يمكنش يخرج لي داك التصريح قبل الوقت، مستحيل. غادي يقول لي شنو بالك دابا انا تعرفت عليك وعلى عائلتك ونديرو خطبه رسميه. اها واخا كانت عندي نفس الفكره ولكن ما تجرأتش نقولها لك، كنت نتسناك انك انت تقولها. صافي عرفتي شنو اميمه، الشهر الجاي نجي نخطبك رسميا. مرحبا ماشي مشكل، غير هو بشرط الخطبه غادي تكون فيها العائله، فما يمكنش تجيب بوحدك، ضروري ومؤكد انه يجي خالك الكبير يا باك يا امك، المهم شي حد اللي هو كبير في العائله، ضروري يكون شي حد من عائلتك اللي عنده قيمه. المهم غادي يقول لي اذا امي ما قدرتش انها تجي غادي نجيب معايا واحد عمي كبير، وقلت لي بلي انني كنفضل انها تكون امراه لانه انا غادي ندير النقاب، وهذا هو كان الشرط ديالو الوحيد، يعني عمو ولا خالو ما يقدرش يشوفني نهائيا. المهم وصلت لقيتها جاب معاه خالته لانه امو عندها مشكل في رجليها، ولكن كانت معانا في المكالمه فيديو كنا كنقراو الفاتحه، وبلا ما نقول لكم شنو جايب عاوتاني في الخطبه وكيفاش كبر بيا، ورغم اني ما كنت طالبه حتى شي حاجه. اليوم دازت سنه على هذه الخطبه والوقت داز دغيا، وكل شيء تيسر الحمد لله، وخرج لنا التصريح باش اننا نتزوجوا، والشهر الجاي عندنا عقد القران ديالنا وغادي نمشي معاه ان شاء الله. حكايتي حكيتها لكم باش انكم اذا بغيتوا دائما تعطيو فرص خصكم ضروري ومؤكد انكم تخدموا العقل قبل العاطفه، وانا الشخصيه اللي تبنت لي اليوم عندها حق كبير في العائله ديالي، هما اللي كبروني على الثقه في النفس وكبروني باش انني نعز راسي ونحترم راسي، وماشي اي واحد جا ومنين ما كان ولا كيف ما كان نعطيه فرصه. هذه كانت اول علاقه ليا، وان شاء الله ما كرهتش انكم تدعيو معايا انها تكمل على خير، وكنتمنى بلي انه الحكايه ديالي تكون عجبتكم وفرحت لكم قلبكم ولو غير شويه. وهذه هي كانت قصتي، وهذه هي كانت حكايه اميمه، ماشي بحال الحكايه الاخرين. فضلت انني ندير لكم استراحه بهذه الحكايه باش ترجع لكم البهجه والراحه النفسيه، وفاش كنعاود لكم القصص راه ماشي كاين غير القصص الخايبين في هذا العالم، لا راه كاينين بزاف ديال التجارب اللي هما زوينين وقصص زوينين وعلاقات اللي ناجحين، ولكن دائما تنقولها وتناكدها بالنسبه للناس اللي تيجيو جداد، فاش كنشارك معاكم حكايه اللي هما مؤلمين وسلبيين، اولا باش نفكروا بعضياتنا بلي انه الا انا اليوم كنعيش في شي ابتلاء راه كاين ابتلاء اكفس مني، راه كاين ابتلاء نتاع ناس اخرين اكفس من ديالي. النقطه الثانيه هو انه كنستافد من الخطا الثاني، ربما واحد النهار تقدر توقع ليا شي حاجه بحال نتاع داك الانسان، يعني نخص اصلا تكون عندي فكره ودرايه بالموضوع باش نعرف كيفاش نتصرف فيها. ثالث حاجه اننا كنعاونوا هاد الناس، كنرسموا لهم البهجه على قلوبهم على وجههم، اولا كنرجعوا لهم الثقه في نفوسهم، اولا كنعاونوهمش من طريق ياخذوا من خلال التعاليق ديالنا الجميله والرائعه والطيبه، وانا تنشكركم بزاف لانه عندي عائله متابعين من ذهب ما يمكنش تعوض. فهذه كانت حلقتنا الليله، تابعوني بعد غدا ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.